متزوجة، رأت كأنها ترضع اثنان من الأبناء وكأنهم في الحقيقة أبنائها، هذه بشرى خير. رضاعة الأم لأطفال في المنام إن كانوا يعني أبنائها، فهي محبة ورحمة وشفقة وعطف من الأم بأبنائها. الدليل على ذلك تلك المرأة في حجة الوداع لما وجدت صبيا لها كان يعني ضائعا فألصقته في صدرها وأرضعته. الأمر الثاني، قد ترزق هذه المرأة بذرية من الأولاد كما قال تبارك وتعالى: ويهب لمن يشاء الذكور، والعلم عند الله. نعم نعم رجل هذا رجل رأى كأنه في البحر وكأن الماء يخرج من أذنيه. نزول الإنسان في البحر إذا لم يغرق وإذا لم يعني يصيبه الأذى فيدل دلالة واضحة على الخير الكثير إذا كان البحر ساكن وراكد. أما إذا كان أن حس أن في مكانه يعني الهم والغم ومناظر غير طبيعية تخرج من أذنه وكذا، نقول الحذر من بعض الهموم، الحذر من بعض يعني المشاكل قد تكون يعني إما من جهة البنات أو من جهة الخوات، لأن الأذنين أحيانا تفسر بالبنات والخوات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم